في اللعبه الاولى. شكون اللي ما شاركش؟ كلشي ما شاركش. واش كنا نديرو الصباح؟ لا لا غير التمر والماء، كيلو ديال التمر مع 5 لتر ديال الماء، ونخلي السكر ديال التمر، ماشي السكر لا غير المواد هي ماشي غير السكر، كاين حوايج اخرين، ولكن السكر هو اللي غادي بزاف، داكشي كله اللي كاين في التمر كنخليوه يخرج، البروتينات، السكريات، الاعمال المعدنيه، الفيتامينات، كلشي كيخرج على هذاك الماء، من بعد كنحصلوا على العصير، ملي كنحصلوا على العصير كنصفيو. عندنا ما نديرو داكشي اللي بقى بيان سور هادشي كله ما عندنا ما نديرو به حتى حاجه ما كتضيع هذيك عاوتاني كنقدروا نخدموا بها حوايج وحدين اخرين كنقدروا ندخلوها في البار نحلوها مزيان ندخلوها في البار كنقدروا اننا نشفوها ونديروها على الغير ماشيه كاين بزاف ديال الحوايج نقدروا نخدموا فيهم اذا قلنا ملي كنحصلوا على العصير شنو كنديروا كنعاودوا نطيبوه الطيبه الثانيه هاد الطيبه الثانيه اللي غنزيدوا السكر غادي نزيدوا السكر غادي نزيدو شويه ديال البيكتين ديك الماده اللي قلت لكم كتعقد وغادي نزيدو شويه ديال الحامض وغادي نحصلو على هاد لاجولي هاد غادي نحصلو على هاد لاجولي هاد بالنسبه للنكتار ديال التمر غنشدو العصير نفس الطريقه قلنا العصير كيلو مع 5 لتر فاش كيخرج لنا كاع المكونات ديال التمر ديالنا كنجيو كنصفيو كناخدو العصير ديالنا العصير كنقدروا نزيدوا له السكر كنقدروا نزيدوا له المستينات واحد العام ناس طاجي جربوا العصير مع الخل جا روعه العصير ديال التمر مع الخل جا واحد لوغو خطير وكل مره كيجربوا مره يجربوا مع ديك هذه الجنجلان مره كتصدق مره ما كتصدقش يعني التعاونيه خاصها بحال هكا كل مره تجرب وتعطي الذوق كتذوق كيسمي واحد لو بانيل واحد مجموعه ديال الناس كتذوقهم هذا عجبك هذا عجبك هذا عجبك ما عجبنيش هذا اللون ديالو ما عجبنيش هذا المذاق ديالو حلو بزاف هذه كذا وحتى كنخرجوا واحد المنتوج اللي غادي يعجب المستهلكين ديالنا بالنسبه للنكتار ديالنا اللي قلنا بالصفيه غادي نجيو غادي نديرو نخلطو هنايا عضو هنايا الخلط اضافه المكونات والخلط يعني كما قلنا اي حاجه نقدروا نزيدوها لهذيك النكتار من بعد غادي نديروها في علب ولا في قراعي ولا شي حاجه وضروري خاصنا نديرو التعقيم التعقيم يا اما فواحد الاله كتسمى البوكله يا اما عندنا في الدار الا بغينا نديروها كما قلت لكم كنديرو الكوكب وكنسدو عليها مزيان وكنخليوها تصفر باش انه كتخلي جميع الميكروبات اللي كاينين تما من بعد كنبردو نديرو ليتيكات وكنخزنو الدرس ديال التمر ولا هنا اللي كنسميوه الرب هنايا الرب علاش كيستعملوه كيستعملوه غير الخابيات ياك ديال الدهان هادي الاليبو دابا الدهان حنا في قرعه ديال الزاج والثلاجه ولا برا ياك الله يهدينا شنو قلت لي الحاج اها كتخزنوا فيه التمر دونك هنايا الرب سميتو الناس زمان كانوا كيصاوبوه الخابيه هذاك الشيء باش كيديروا في الخابيه وهذا علاش ما كتطروش به الصباح حنا هنايا ولاد الفرماج ولاد الكونفيتور ديال الشماش والفريز ها ناخذوا المنتوجات ديالنا بعدا حنايا لا شويه ديال الرب مع زيت الزيتون غذاء كامل كديروا ياك هو مزيان الله يعطيكم الصحه كاستين مع زيت الزيتون هاد الدهنيات اللي ما عندناش وزيد عليهم تما واحد معلقه ولا جوج ديال هذا الرب هذا ممكن يكون واحد الغذاء اللي هو واحد المصدر ديال الطاقه اللي هو كبير علاش لان كيكون كونسونطري مركز في السكريات بزاف وخصنا نعرفوا انه السكريات ديال التمر اللي هي سكريات بسيطه في ساعه كتوصل للجسم ديالنا حنا علاش في رمضان كنبداو بالتمر ها نبداو بالزلابيه انت هي حلوه لا علاش كنبداو الحاج بالتمر هي الاولى الله يعطيك الصحه مفعوديها في الساعه فيها سكريات بسيطة في السهل كيتعسكر دغيا الجسم كيستافد منها ماشي بحال سكريات معقدة الجسم خصو يدير طاقة هرد أنا النهار كامل وأنا صايمة أصلا ما بقات فيا طاقة وزيد كل شي حاجة اللي خاصني هرس وهذا عاد استافد منها داكشي علاش كنبداو بالتمر التمر واحد المصدر ديال الطاقة اللي هو لحظي ديك اللحظة يعني ما كتحتاجش دير عليه واحد الطاقة ولا هذا وشجعوهم شجعوهم نتوما شجعوهم
واللي ربح اللي ربح غادي يبقى تما. يلا واحد جوج ثلاثه يلا 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 شجعوا صحابكم. يلا 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 يلا. اه شكون ما خرجتش حتى انا خرجت على الهطار دخلت الكورة. واحد زوج ثلاثة يلا خرجتي 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 اجيتي يلا